مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناة صفاء في البيت مرحبا بكاع الأصدقاء اللي تسادوا معنا جداد وحتى القدمين مرحبا بكم وما تنسوش أنكم تفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كع الجديد جلي إن شاء الله اليوم إن شاء الله غادي يكون روتين جديد روتين يوم الجمعة وجمعة مباركة غادي تكون معتلة وان شاء الله غادي تتبعوا معايا كل شيء غدا بزاف د الحوايج اللي غادي نشاركهم معايا غادي نشاركهم معكم كيف ديما فمرحبا بكم غادي نبداو الفيديو كما كتشوفوا فانا يا فقت يا مع السبعة ديال الصباح وهنايا هذه الطبلة ديالي اللي انا كنقوم ب كنوجدها نهار قبل يعني البارح في الليل فكنصايب اي حاجه هكا هذا الروتين صراحه كيهنيني من بزاف ديال الحوايج فانا قبل ما كنعس كنوجد هكا الحويجه ديال الوليدات ديالي وكنوجد حتى المكان اللي غادي يبركو فيه يعني كنسير بي لا ديالهم اللي غادي يفطروا في فيها يعني الا كانوا ياخذوا الحليب كنحط كويسات الحليب والا الا كنت غادي ندير لهم اتاي فكنحط البراد ديالي كنوجدو وكذلك كنوجد حتى مثلا لو كنت غادي نطيب لهم شي حاجه مع الصباح فكنوجدها فوق البوطاجي كنغطيها بواحد الزويف ومن بعد كنفيق الصباح كنحتاج غير انني نغسل وجهي نحل هكا شرجة من عليا باش يدخل الهواء جديد وحتى انا نفيق ونصحصح ومن بعد كنبدا نخدم هكا في ديالي فكما شفتوا هنايا فانا موجدة فوق الرخامه ديال الكوزينا الكوزينه هاد المقادير ديال البان كيك ديال البنان اللي ديجا انايا شاركت معكم في القناه الطريقه ديالهم وطريقه التحضير فصراحة كيجيوا رائعين غير هنا انا نقصت الكميه يعني نصف الكميه اللي موالفه كنوجد معكم بالنسبه لطريقه هاد لي بان فغادي نخليها لكم في صندوق الوصف اولا غادي يطلع لكم دابا الرابط غادي تشوفوه الفوق الطريقه ديالهم سهله وصراحه واخا تفيقوا حتى ونص تقدروا توجدوهم لوليداتكم يفطروا بهم لانهم كيجيو رائعين وانا الوليدات ديالي كيعجبوهم كي فمره مره هكا كان نفيق بكري وكان وجدهم ليهم صافي من بعد ما غادي نخلط جميع المقادير ديالي وغادي ندير هكا هاد المقيله اللي في ديجا شاركت معكم فيها البغرير غادي نديرها هكا على نار اللي تكون مهيله ونبدا كنطيب في لي بانكيك ديالي وكما كتشوفوا حتى الحليب راهو فاد يعني كل شيء عندي موجود صافي فحتى لي بانكيك يكون وجدوا يعني ما وقت طويل بالزربه كيوجدوا لينا يعني غير ما نعكزوش وصافي والنشاط صافي هنا من بعد ما طابوا لي لي بانكيك ديالي فهاد هي الكميه اللي كيعطوني ماشي كبيره بزاف ناخدهم كندهنهم هكا بشويه ديال الشوكولاته تاع النوتيلا هكا الوليدات وما كنحاول انني ما نكثرش ليهم الشوكولا ممكن نتوما ديرو هكا غير شويه ديال العسل او العسل الحر يعني حتى هو زوين أنا يعني وليداتي ما تاكلوهش ليا اما بالنسبه للتزيين فانا درت هكايا بنان يعني زينت لهم بيغ وما محتاجش انني عاود ندير غاناش دو شوكولا من الفوق لان الصباح هذا فصافي اكتفيت غير بحال هكا غادي نوجد لهم هكا كويسات ديال الحليب فانا كندير لهم هنايا شوكولا و لهم هكا لو سوك كندفي شويه الحليب يعني ما كندفيهش دف... بزاف كنحاول هكا غير نسخنوا لهم باش ما انني نبردو صافي وكنعطيهم يفطروا مع تميرات يعني ضروري يكون هكا التمر كنا نعرف الفوائد ديال التمر ومن بعد كنلبسهم حويجاتهم ونوجد لهم لي كارطاب ديالهم الكسكروت اللي غادي يديو فهنا بقات عندي كميه من لي بانكيك وحتى الوليدات ديالي هكا كيعجبوهم فكان سولتهم واش عاود مازال باغين ياكلوهم وقالوا لي اه وصافي درتهم لهم هكا في الكاسكروت ديالهم مع شويه الكانا شويه البيبي دو شوكولا الزبيب وواحد الحبيبات ديال الكونفليكس مقرمشه هكا من الفوق صافي هذا هو الكاسكرو ديالهم فتنديروا لهم في الكارطابل كندير لهم شويه ديال التمر الا ما كانوش كلاو ولكن هنا كانوا فطروا به فصافي غادي نديروا مقيعات الماء ونوجدهم نلبسوا محوجاتهم صافي وغادي هنا نهبط معاهم حتى يمشيو في الترونسبور ونكملوا الروتين ديالنا صافي هنايا مع الساعة الثامنة يعني كيكون تمنية كنكون كن أنايا هنايا وليداتي مشاو فكنشعل دائما التلفازة وكندير شوية القرآن دائما كنبدا بالصباح ديالي بالقرآن وكنصنت ليه بعد المرات كنكون بعيدة على التلفازة فكنزيد الصوت بعد المرات كنكون قريبة حداها إلا كنت حافظة شي صورة فكنعاود معها ولكن إلا كنت حافظة فكنبقى غير كنصنت ليها وصافي صافي من بعد جيت كنجمع الطبله اللي كلاو فيها هكا الوليدات ديالي فهنا اليوم الجمعه فغادي يعني كيكون عندي الروتين خفيف والروتين الثقيل واللي كيكون فيه هكايا هو اللي شاركته معكم ديال نهار اثنين كما كي شفتوا كيكون عندي فيه يعني التنظيف اللي هو كبير شويه فصافي ناخد هنايا كنبرك كناكل انا الاولى الوجبه ديالي ديال الفطور كنريح مع راسي شويه كنتفرج في التليفون كنجاوب على لي ميساج اللي في الواتساب كنشوف هكايا لا ديالي لي كومونتير واش كاين شي جديد شحال ديال لو يعني ضروري هادشي الشيء ما كان ما كنقوم به الصباح وكنبرك مع راسي مزيان حتى كنحس براسي ارتحت شويه عاد كنكمل صباحي واي حاجه درتها كننظفها باش هكا كتبقى ليا الدار نقيه كان عندي هنايا البيوتا هكايا ما خاصهم يعني غير شي تنظيف غير من الفوق يعني ماشي شي حاجه اللي كثيره فكما كتشوفوا هنايا جيت البيت نعس ديجا يعني شاركت معكم التنظيف ديالو ديال نهار اثنين هو اللي كنمسح فيه هكا مزيان فانا صافي قديت غير الناموسيه ديالي المخدات كنبدل هكا المخدات الا كانوا مسخين ولا كنشمشهم هكايا في الشميشه وصافي كان كنظف هكايا كنرجع كل حاجه بلاصتها وحتى المكياج ديالي يعني حتى هو تنرجع كل حاجه نضادار يعني شي حاجه خويت مات ولا هذا اللي كنت دايراهم فهكايا كنبقى دائما دارنا نظيفه كيبقاو حتى الغرف ديالنا يعني نظيفين وكيكون حتى تنظيف عندنا يعني حتى هو خفيف وما كنجهدوش فيه راسنا يعني نهار الجمعه حنا عارفين ما خصناش هكا نجهدوا راسنا ونشقاو فيه بزاف هنا بالنسبه للتعطير فكنشارك معكم هذا المعدل اللي صراحه إيه الا جربتوه غادي ترحموني عليه هذا ديال سونتال سبراي ديال المسك كناخذو من المرجان ريحه المسك صراحه كتعطي واحد ال... واحد الريحه زوينه في الدار كيخليك الهدوء يعني الا كنتي عصبيه ولا شي حاجه فتاخذيه وترشيه هكا في المخدات ديالك صراحه كنحس انايا من بعد ما كنعطر داري بهذا المسك كنحس بواحد الراحه خياليه من بعد غادي نشارك معكم نقول لكم عليه بزاف ديال المعلومات وصافي هنا كندوز واحد الشفيفه خفيفه كيف قلت لكم هنا يعني التنظيف كيكون غير من فوق نهار الجمعه يعني ما كنشقاوش فيه بزاف يعني معروفه هذه في كاع البيوت المغربيه وكنطلق هكايا دي الزريبيات ديالي وصافي غادي ندخل للكوزينه هنايا دخلت مع 9 ونص للكوزينه يعني شفتوا في وقت قصير قديت قد انني نجمع البيوت ديال بيت النعاس سيجور بيت الماكله بيت ديال الوليدات يعني كل شيء فوق قياسي جمعتو يعني هكا ملي كنكونوا منظمين الحمد لله وكيكون عندنا غير تنظيف هكايا قليل فكنقدروا اننا في وقت قصير نكونوا سالينا بزاف ديال الشغالات وبكل فرح وحنا ناشطين يعني ما كنكونوش عكزانين صافي من بعد جيت باش نغسل هكايا المعنات ديالي اللي خدمت فيهم يعني هاد المعنات هنا غير ديال الفطور وديال البانكيك اللي صيبت معكم الصباح يعني حتى البارح في الليل كنكون جمعت الكوزينه كنخليها مجموعه باش كنفيق كنلقى السطح ديالي نقي فكنفيق وانا اون اما الى فقت كانوا مازال عندي هكا فوق من سطح مهنس فصراحه كنحس بالعكس وكيبقى فيا الحال علاش ما حيدتهمش البارح دونك صافي هنايا كيما شفتو كننظف كل حاجه ومن بعد كنرجع كل حاجه عاوتاني مره اخرى لبلاصتها فهكا كنبقى مرتاحه بالنسبه لهنا لوجبه الغداء كما شفتوا عندي هنايا ما غاديش نوجدها يعني غادي تصيفط لي ماما الحبيبه هكا يا الكسكسو يعني كيكون عندي نهار مرخوف على بلا قياس يعني صافي هنا غادي ننظف غير الفوق ديال البلاصه يعني فين خدمت وغادي نشفها مزيان وصافي غادي ندوز ندير شي حاجه هكا غير خفيفه فصراحه هنايا فكرت من بعد ما جمعت هكايا الكوزينه ديالي فقلت زعما غادي نمشي نبرك قلت لا علاش ما ندير شي حاجه وكانوا عندي لاخ خوي فقلت ندير صلاة فخوي من يديوها معاهم الوليدات في العشيه وخا الجمعه فانا وليداتي تقراو هنايا الجمعه العشيه فدرت لهم هكايا صلاة فخوي بالياغورت ماشي بالعصير الليمون وغادي ندير هكايا حتى شي حاجه من وراها كيك ولا ما عرفتش المهم غادي نوريكم صافي فكندوز هنايا كنصايب ليهم لا سلطه فخوي نقطعها هكايا خلي التفاح كما شفتو بالجلود ديالو باش يستافدو منه يعني حتى ملي كيبغيو ياكلو كنحيدو لهم فهنا في فالسلطه فخوي ما غاديش يعيقو بهذيك الجلود فتنخليهم اليوم نقطعو لهم رقاق خديت البرقوق الرمان الرمه انا كندير لها الطريقه هكايا ديال التنقيه وكنبقى نضربو هكا من الفوق بالموس بصراحه كتجي ساهله علمتها ليا جد الله يرحمها فجربوها صافي ومن بعد غادي نزيد من بعد ما نكون قطعت كاع دي لي ديالي فغادي نزيد عليهم هكايا يوغورت ديال لافاني او لا يوغورت اللي كان عندكم طبيعي وتزيدو نتوما النسمه اللي بغيتو يعني هنايا استعملت جوج ديال لي يوغورت ولكن ما قدنيش فزدت من بعد يوغورت اللي هو مسوس يعني طبيعي ومن بعد نسمت او حليت لا ديالي بنيستلي العادي يعني المركز العادي المحلى ماشي كاراميل يعني حتى العادي صراحه كتعطي واحد البنه زوينه لا سالاد فخوي فكنتمنى انكم تجربوها جربوا لا فخوي بنيستلي كتجي زوينه بزاف صافي هنايا خلطتها مزيان ومن بعد غادي نحتفظ بها في الثلاجه ديالي حتى يجيو هكا الوليدات ومن بعد نعطيها لهم الى بغاوها سينو غادي نديرها لهم في الكاسكروت ديال المدرسه انا هنا حتى بالنسبه ليا فضروري من ورا كل حاجه كناكلها مالحه فكناخذ شي حاجه حلوه فانا تاع نتغدى وعاد ناخذها هنا وانا كنت غادي نمشي عاود مره اخرى نستراح فتفكرت هذا الكيك اللي وعدت به الصديقات ديالي وضروري خصني ندير شي حاجه للكاسكروت فتفكرت هذا كنت شاركته معكم في الانستغرام وقلت لكم واش بغيتوا المقادير وبزاف ديال البنات قالوا لي اه دونك غادي نحتاجوا ليه 160 غرام ديال الزبده غادي نحتاجوا تقريبا 100 غرام ديال الكوك يعني غيبقى على حسب غنحتاجوا واحد ديال الكاوبيل تقريبا فيه 100 غرام غادي نحتاجو ربعة حتى لخمسة علب ديال الصابلي ديال خمسين ريال من وزن خمسة وتمانين غرام أو ديال البيضات غادي ناخدو صابلي هكا أو غادي نقطعوه طريفات صغارين يعني هاد الكيك ساهل مكيحتاج لا فرن لا تا شي حاجة يعني أو في وقت قصير كيكون كي واجد عندنا فأول حاجة بالنسبة لطريقة التحضير فغادي ناخدو الزبدة أو نديروها فوق البوطة على نار تكون متوسطة ونخليوها حتى تذوب على خاطرها من بعد ما غادي تذوب ليا هكايا الزبده فغادي نزيد عليها الكاوبيل ضروري انكم تبعوا هادشي اللي قلت لكم باش تنجح معكم هاد الكيك من بعد ما نديرو الكاوبيل تنخلطو شويه هكا مزيان غادي نرجعو البوطه على النار اللي تكون مهيله بزاف يعني بحال الشميعه ومن بعد نضيفو ليها جوج بيضات وحنا كوب باستمرار يعني ما نهداوش من نتحرك باش هكا ما يطيبش لنا البيض ديالنا صافي كما شفتوا هنايا مني غادي نبقى نتراب يعني مزيان حتى نحس بالخليط ديالي تقال ليا وتحاولوا انكم ما يطيبش لكم البيض فهاد لا بارتي هنايا ضروريه يعني نحركوا وما يطيب البيض يعني ما ماشي بحال ملي كنكونوا كديروا هكا دي اومليت ولا لا لي يبقى لكم هكاك العجين سائل صافي من بعد كنضيفوا الصابلي ديالنا ونتبقاو تنحركو بشويه بشويه حتى كيدخل لينا الشوكولا كامل في الصابلي ونطفيو عليها ونخليوها هكا شويه تبرد غادي ناخذوا اي مول كتبقى اختياري لكم اللي بغيتو ترشو هكايا بالكوك اللي ما بغاش الكوك ممكن تعوضوه بالكركاع كيتواتا معاه زوين ولكن صراحه انا كيعجبني الكوك يعني هاد الاكله هكا بالكوك كتجي زوينه صافي من بعد غادي ندير الكميه كامله ديالي ديال الكيك وغادي نبقى نضغط هكايا مع وضروري منرش الكوك من الجناب ونرشو هكا من الوسط باش يدخل ليا في الخليط نضغط عليه مزيان ونديرها في الثلاجه صافي ملي كيكونوا هنايا جاوا وليداتي من المدرسه فكنبركو هكا مع بعضياتنا ايه شويه كندير للوليدات ديالي هكا ولدي تفرج في اللي بغا وبنتي حتى هي كتفرج في اللي بغات وكنتسنى حتى يوصلني الكسكس ديالي وها هو يا هنا يعني يوصلني كسكسو من يديات ماما دوكالي مازال ان شاء الله نشارك معكم الطريقه ديالها كيفاش كدير الكسكسو ونشارك معكم حتى انايا الطريقه ديالي في شي روتين اخر فهنا يعني وصلني واجد داكشي علاش ما شاركتوش معكم صافي هنا كنتغدا وكنعطي لابارت للوليداتي هكا كل واحد شويه وعاد غنكملوا الروتين تغداي تغداو الوليدات ديالي فانا ما تغديتش خليت هكا لا ديالي انا راجلي حتى يجيو نتغدا معاه صافي هنايا كنجمع الطبيله ديالي مره اخرى يعني كل حاجه كنديرها كنقضيها ديك الساعه باش يبقى كل اي حاجه عندي نقيه فكما شفتوا هذوك لي بوشيت اللي كنجيب فيهم هكا كيس اخرى عندنا بلا قياس ضروري في اي دار كيكونوا عندكم موجودين فدائما انا كنخليهم محطوطين حدايا مني كنبغي هكا نشقى ولا نقي ولا اي حاجه كنبغي نديرها ولا نجمع هكا شي حاجه من فوق الطبله فكنجبد وحده كنجمع فيها من بعد كنسدها وكنديرها في بوبيل هكا ما يتخلط لياش الزبل اعزكم الله مع مع داكشي مع صافي من بعد كندوز كنبدا نغسل هكا في ديالي وهنا ملي كنت كنمسح ونرجع كل حاجه لبلاصتها فشاركت معكم لا مارك ديال المقيله البغرير البوغرير وال لي وافرز ولي بانكيك هي هاديك فبالنسبه بالنسبه للبنات اللي كانوا طلبوها مني في الانستغرام وهنا صافي غادي ندوز غادي ننظف السطح ديالي وكما شفتوا راه نقي يعني هنا بقاو لي غير هذوك المعنات ديال الغداء يعني جوج طبيصلات مع معلقه يعني ماشي بزاف غنغسلهم ونرجعهم بلاصتهم وننظف السطح صافي كما هنا هنايا احسن حاجه والراحه التامه عند كل امراه مغربيه هي هذه ملي كيكون البوطاجي ديالنا خاوي هنا مازال غادي نتسناو الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشارك معكم هكا الكوزينه وهذا البوطاجي ديالي الصغير وكيفاش كنتحكم فيه وكنخدم فيه وخاص غير ان شاء الله في الفيديو الجاي وصافي هنا قربو وليد تعاود مره اخرى يمشيو ليكول فهنا الجمعه كيدخلوا حتى للثلاثه فوجدت لهم هكا لا سالات فما بغاوش ياكلوها درتها لهم باش يديوها معاهم المدرسة وانا خديتها خديت شويه ديك الساعه كليتو رشيت لهم هكا شويه ديال الرمان والزبيب من الفوق وحطيت لهم هكا معيلقات في بابي سيرفيت هكا اللي هتو عليهم ودرتهم لهم في لي كارطابل ديالهم ومن بعد ما مشاو وليداتي هنايا وبغيت نعطر الدار فقلت علاش ما نشاركش معاكم هاد البلاطو اللي كنجمع فيه انا البخور ديالي صراحه ضروري انا خاص يكون عندي البخور في الدار انا من الناس اللي كيعشقوا البخور ونعطر الدار هكا ديالي بالبخور فالا كنتو بحالي خليوها لي في التعليقات لتحت نشوف شحال ديال البنات هنا عزيز عليهم بخور من غيري فهنا انايا واخده هاد البلاطو هذا ديال اكسيون وهاد لي بونبونيغ اللي كانوا واحد الوقت يعني ساعه كانوا معروفين يعني وكلشي كان كيقلب عليهم في كيرفور فولاو دابا موجود الحمد لله صافي كناخذهم كننظفهم يعني دائما من الجمعه الجمعه ملي تنبغي نعطر الدار فتنظف هاد البلاطو هنايا كما شفتوا عندي حتى البونبونيير الكبير اللي دايره فيها هكايا هذوك الشميعات اللي كنحتاجهم هكا مره مره ملي كنبغي نبرك مع راسي ولا كنديرهم هكا ملي كنبغي نعس في بيتي يعني مره مره تنشعلهم ملي كتخوا كنعاود نعمرها وعندي البونبونيير الاخرى اللي دايره فيها هكايا البخور ديال الحج فحتى هي ملي كتخوا ليا كنزيد نعاود نعمرها مره اخرى والبخور فهو داخل مع المشتريات ديال دي اي حاجه كنشريها كنجيبها معاه صافي كنعد كننظف هكايا هذوك لي بونبونيا وهنايا يعني عندي هذا البخور ديال سلوى الاسم ديالو سلوه تا هو صراحه زوين و تيعجبني يعني هنا اللي ما بغا اللي ما عندوش مثلا بخور ديال الحاج ولا بغى غير شي بحور بخور هكا اللي يكون رخيص فكننصحكم هذا البخور ديال السلوى وعندي كذلك هاد القريعه هذه اللي كنت خديتها من مرجان حتى هي كندير فيها هكايا اعواد ديال الند كناخذ انايا صراحه اللي... العود هكايا يعني ريحه العود هي اللي كتعجبني بزاف ولكن هنا ما لقيتهاش صعودتها بهاد لا صافي هنا كنصيب هكا البلاطو ديالي صافي هذا هو البلاطو ديالي كما شفتوا اللي كنبخر به الدار هنا ما درتش الصراحه مع هذيك المبخره اللي مازال غادي نشارك معكم طريقه التحضير ديالها فهنايا ما شالتش البخور ما مع هذاك سبراي ديال المسك شحلت غير شي عويدات ديال المسك عويدات ديال الند ومن بعد مشيت كنرتاح هنا مني وصلت الساعه السادسة وجا الراجل ديالي الزوج ديالي وتغدينا وكل شيء فمشينا ارتاحينا نعسنا شويه هو مشى كيقرا القران حنا عندنا يعني بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نديرهم في هذيك العشيه وما تنساوش انكم تقراو سوره الكهف يعني اليوم الجمعه فانا درتها لكم في الفيديو دي في الاول ديال الفيديو باش نذكركم وصافي هنا مع السته فقربوا يجيو الوليدات من المدرسه فنط هنايا باش نوجد لهم الكاسكروت ديالهم اولا اللمجه باش ملي يجيو كيجيو فيهم الجوع يلقاو كلشي واجد ان شاء الله صافي هنا حليت الشرجم ديالي عاود نفست دائما انا شا ضروري منحل نحلش الشرجم هكا كنفس الدار كنحس حتى انا تيطرشني البرد وتنفيق فدزت هنا صيبت هاد البونبونيير ديالي الحلوى شويه الحلوه شويه التمر شويه بيستاش اللوز وشويه الفاني اللي تيعجبهم صافي سديت هكا البونبونيير وحطيتها في بلاصتها من بعد جبت الكيك ديالي باش نزينو طريقه التزيين كتبقى على حسابكم نتوما وبالنسبه باش تبعوا ديمونطيو فغيب شويه عليكم صراحه راه كيجمد كي وصعيب الا درتو هكا فشي مول بحالي انا هنايا ديال الحديد انكم ديمونطيو فتبقاو كتخبطوا فيها هكا مزيان حتى يطيح من بعد هنا التزيين تيبقى لكم اختياري نتوما ديروا اللي بغيتو وحطيت كذلك هكا شويه ديال الحرشه بالنسبه لهاد الحرشه راه تقريبا نفسها دايراها معكم انا غنخلي لكم الرابط تاي في صندوق الوصف وحطيت هكا شويه ديال لي مع يعني اي حاجه متوفره عندكم سواء في المجمد سواء تجيبوها هذيك الساعه المهم هو ان الوليدات ديالكم يجيو يلقاو الكاسكروت واجد وصافي هذه هي الطبيله ديال الكاسكروت ديالي كيكم الطلب درتو لكم صراحه كيجي زوين ما كياخذ ليناش الوقت وكيوجد بسرعه وهذه هي الطبيله ديالي المتواضع ديال الكاسكروت فهنايا كنديرو هكا كاسكروت مره كندير قهوه مره اتاي يعني على حسب الكانه وهذا هو الشكل ديال الكيك من الوسط كما كي كتشوفوا كيجي زوين هذا الكيك كيفكرني بالطفوله ديالي كانت ماما كديروا لينا ديما وكانت كدير لنا على شكل قبر وكنا كنقولوا ليه الحلوه ديال القبر صافي من بعد ما كندير الكاسكروت ديالي انا والوليدات فكنخرجوا هكا شويه نهار الجمعه كنديهم هكا يلعبوا باش شويه يبدلوا الجو صراحه كان الجو زوين هنا داكشي علاش خرجنا وصافي هذا هو الروتين ديالي ديال نهار الجمعه هنا بالنسبه للبنات اللي ويسولوني يسولوني هنا ساحه عندنا حدا سنتر مرحبا في مدينه جديده كيكونوا هنايا هكايا الالعاب وانفصل البحر يعني كيكون هذا هو المتنفس هنايا اللي يقدروا يجيو ليه بزاف ديال الناس كاين فيه هكايا الطوموبيلات فين يلعبوا وصراحه كيعجبنا الجو يعني مازال الماء نستافدوا من الجو ما حدو مازال زوين وحدا البحر يعني باقي ما كاينش البرد بزاف وصافي هنايا وقفنا شويه ومن بعد مشينا فحالنا مهم هذا هو الروتين ديالي دي من ديال نهار الجمعه كنتمنى الروتينات اللي كندير معكم حد اليوم يكونوا زوينين ما يكونوش طوال نكون خفيفه على قلبكم وإن شاء الله أي حاجه كنشاركها معكم فكنشاركها معكم بكل فرح وكنعطيكم المقادير مضبوطين وما تنسوش انكم اي حاجه جربتوها من عندي تشاركوها معايا في الانستغرام وتدخلوا عندي في الانستغرام وحتى تعطوني الاراء ديالكم كيف جاكم هذه الفيديوهات وهذه الروتينات لحد اليوم واش عجبوكم ولا لا الحاجه اللي نزيد والحاجه اللي نقص يعني حتى الراي ديالكم كيهمني خليولي كلشي في لي كومونتير ما تنسوش انكم تخليو لي لايك تابوناو الا كنتو مازال ما تابونيتوش في لاشين ديالي صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم حتى هنايا كانت معكم خصكم صفاء ولا حتى عندكم شي اسئله ولا شي حاجه اللي بغيتو تعرفوها فما عليكم الا تخليوها ليا في لي وبكل فرح ان شاء الله غادي نجاوبكم صافي حتى لهنا كنقول لكم السلام عليكم كانت معكم خصكم صفاء سلامه باي باي